من الخرطوم ينضم إلينا الجميل فاضل الباحث السياسي. أهلا بك على شاشة الغد سيد فاضل. بداية، لا شيء يبرر هذا العنف المفرط وقتل المتظاهرين السلميين، لماذا تصر المؤسسة الأمنية على هذا النوع من المعالجة حتى الآن؟ من الواضح تماما أن المؤسسة العسكرية أو بالأحرى المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني قد يمارسون الآن ماراثون طويل في الهروب إلى الأمام. لا يريدون مراجعة ملفات قديمة، يريدون إغلاق ملفات تتعلق بمجزرة القيادة العامة، يهربون من الوثيقة الدستورية التي أسست لانتقال السلطة في 17 من نوفمبر الماضي. لذلك في تقديري أن هذا الفعل الذي يجري الآن هو محاولة بجهود مضنية لكي يستطيعوا تجاوز كافة هذه العقبات التي لا يرغبون في رؤيتها ولا يرغبون في الالتزام بتنفيذها. لذلك ذهبوا الآن إلى أن يعمقوا هذه الجراحات بأكثر مما هي عليه. في تقديري أن هذا المنهج وهذا الأسلوب وهذه الطريقة لن تحل الأزمة، حتى الأزمة التي تواجه هؤلاء الجنرالات كأشخاص، بل ستجعل هناك مزيد من المشكلات التي تحفهم وتطوقهم وتتعلق بهم، وهذا يجعل من الصعب الوصول إلى تسوية كلما ازداد سقوط الضحايا يوما بعد يوم. نعم، وبذات الوقت سيد فاضل يقول نعم مستشار البرهان بأن التظاهر أيضا لن يوصلنا إلى حل سياسي، وبالتالي الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة. من المفارقات أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومستشاره العميد الطاهر أبو هاجة أيضا قد حملتهم هذه التظاهرات إلى السلطة. لم يكن أحد يعلم ما هذه الأسماء وكيف تبرز إلى مشهد السياسة. والحديث الذي يدور الآن في تقديري أن التظاهرات لخمسة أشهر هي التي قادت إلى أن يظهر على مسرح الأحداث هذه الأسماء، ومن بينها مستشار الفريق أول عبد الفتاح البرهان. التظاهرات في السودان هي إرث ممتد. أنا أعتقد أن الشعب السوداني يتمتع بميراث ثوري تليد. هذا بدأ في العام 64، تكرر في العام 85، يتكرر الآن في العام 2019، ويمتد إلى يومنا هذا في العام 22 أو 21. وبالتالي في تقديري أن قضية أن الشعب السوداني يمكن أن يفلت هذه الوسيلة، وسيلة المقاومة السلمية عبر التظاهر ومحاولة ترويض الأنظمة التي تحاول أن تذهب باتجاه أن تصبح أنظمة شمولية قابضة، أو أن تمارس قدر من الدكتاتورية، أو أن تذهب إلى أن تصبح حكم فرد. تجربة الشعب السوداني في هذا الأمر زاخرة. بالتالي الحديث عن الاستنزاف النفسي والاقتصادي هو صحيح، يستنزف نفسيا قادة الانقلابات ولا يستنزف طاقة الشعوب. أنا في تقديري أن الشعب السوداني شعب يتحلى بقدرة عالية على أن يصمد في مواجهة كافة هذه الظروف، ولذلك هو شعب يقول بأنه هو الشعب أقوى والردة مستحيلة. لذلك شعب يثق في قوته، يثق في أدواته السلمية، يثق في أدوات اللا عنف، يمارس هذه التجربة ويكررها في زمن متقارب. في تقديري الآن 36 شهر، نحن ندخل في العام الرابع لهذه التظاهرات الممتدة والمستمرة والمتجددة في مواجهة كافة المتغيرات الظرفية والسياسية. وبالتالي أنا في تقديري أن ما يقال في هذا الصدد هو ينطلق من التموضع الذي فيه الآن هؤلاء الجنرالات، ينظرون إلى هذه الأمور من زاوية موقعهم هم ومصالح ترتبط بوجودهم في السلطة وكيفية استمرارهم فيها. هذا البعبع ظل يخيف كافة القادة الذين يريدون استخدام وصلت هذه الفكرة. ولكن سيد فاضل، كيف تؤثر هذه الصدامات وهذه المواجهات والضحايا أيضا من قتلى وجرحى ومصابين، كيف تعقد المشهد السوداني المعقد أساسا؟ كيف تبعد أي سيناريوهات لحل سياسي قريب؟
نعم، أنا في تقديري أولاً أنا لا أستطيع أن أضع اللوم على جانب الضحية وأترك الجلاد. أنا في تقديري أننا يجب أن نكون عادلين ومنصفين في النظر إلى الأشياء، ولكي ننظر إليها بنزاهة لا بد أن نرى أن هناك طرف يجب أن يكف يده، أن يكف أدوات العنف التي تتوفر لديه، أن يحاول بقدر المستطاع حقن هذه الدماء. حتى رئيس الوزراء الذي تحدث عن أن مبرره الوحيد لتوقيع اتفاق 21 من نوفمبر هو حقن دماء السودانيين، يبدو أنه لم يتمكن من ذلك في هذه الفترة الوجيزة التي وجد فيها سقط 10 شهداء بعد توقيعه على الاتفاق السياسي مع الفريق. ما هي الخيارات أمام رئيس الوزراء؟ نعم، ما هو المطلوب منه في هذه المرحلة؟ أنا أعتقد نعم، رئيس الوزراء أنا أعتقد أنه الآن في وضع لا يحسد عليه، هو الآن في زاوية ضيقة. حتى أحد الأشخاص الذين تم تنصيبهم من قبل قائد الجيش في مجلس السيادة الانتقالي السيد عبد الباقي عبد القادر الزبير الآن لوح باستقالته، لأنه رفض الاستمرار في تحمل مسؤولية ومقبة سقوط هؤلاء الضحايا وهذه الدماء التي تتفجر. في تقديري أن هذه الأوضاع تجعل موقف الدكتور عبد الله حمدوك اكثر تعقيد وتجعله اكثر صعوبه، وبالتالي هل تعجل باستقالته هذه الاحداث في اتجاه هذا يرجح خاصة وأن حتى الذين يعتقد بأنهم قد أتوا عبر بوابة الانقلاب العسكري باتوا الآن يتقافزون من مركب الانقلاب. كيف يمكن لشخص يعتقد أن مشروعيته مستمدة من الوثيقة الدستورية وأنه لم يعد تعيينه من جديد بقرار من قائد الجيش وأنه موجود بموجب الاتفاق الذي وقع في 17 من أغسطس في العام 2019، كيف يمكن أن يستمر هو ويقفز من هذا المركب من تم تعيينهم بتوافق مع السلطة الانقلابية؟ في تقديري أن هذا الوضع يجعل نعم. وضع إذا ما هي الخيارات أمام ويصعب عليه تماما؟ نعم، تعقد المشهد ووصولنا إلى هذه الدرجة ويعني غياب أي مبادرات من القوى السياسية حتى الآن، كيف نفسر ذلك؟ بالأمس هذا اليوم كان يوما فاصلا، أعتقد أنه وضع منعطف جديد في سير الأحداث منذ إعلان الانقلاب في 25 من أكتوبر الماضي. هذا التطور الجديد خاصة بعد منح جهاز المخابرات العامة صلاحيات أوسع، صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، وضع منح هذه الأجهزة حصانات لعدم المساءلة، بالتالي رأينا ثمرة هذا مباشرة في تظاهرات 30 من ديسمبر، وأصبحت هذه النتيجة هي نتيجة واضحة كيف يمكن التوجه إلى أن يبدو أن القوة التي تقبض على السلطة سلطة الأمر الواقع هي تذهب باتجاه استخدام هذه الأدوات بأقصى ما يمكن ومحاولة كفكفة ومحاصرة حقوق حرية التعبير وحرية التجمع، وبالتالي أنا في تقديري أن هذه تشكل ردة وانتكاسة كبيرة في إمكانية وضع بذور القيم الديمقراطية على أرض الواقع تمهيدا. ولكن ماذا عن سبل الحل سيد فاضل؟ سبل الحل أمام تعقد المشهد بهذه الصورة، غياب المبادرات الموحدة، يعني هناك تعدد في المبادرات، وهذا يعني أن الانقسام هو سيد الموقف، يعني ما لم يقف الجميع خلف مبادرة واحدة فإن الانقسام يتعقد أكثر ويتعمق أكثر، وربما يصبح الحل والتوقف والتوافق أصعب أكثر. نعم صحيح، أنا في تقديري أن الجهة التي باتت تستخدم أدوات القمع والمنع والعنف هي التي عقدت هذا المشهد بأكثر مما هو عليه، وبالتالي لم يعد بالإمكان الآن الحديث عن مبادرات، لا يستطيع أحد أن يتحدث وهذه الدماء تتفجر وهذه الأرواح تزهق وهذا هؤلاء الشباب الغض الآن يعني يقضى عليهم بهذه الطريقة، يصطادوا عن طريق القناصين كأنهم عصافير. أنا في تقديري أن هذا الأمر يعقد هذه القضية بأكثر مما هي عليه، لكن الصراع في الأصل هو صراع إرادات. هناك شعب كامل يصطف في كافة مدن السودان، 14 مدينة خرجت في يوم واحد المدن السودانية برغم هذه الحواجز والمتاريس والحاويات التي أغلقت الجسور، برغم هذا في مدن العاصمة الثلاث تحركت هذه الجماهير، وبالتالي في تقديري أن الصورة التعبيرية تؤكد أن هذه الإرادة لا تقهر، هي إرادة شعب، ومعلوم أن إرادة الشعوب لا تقهر. في هذا الإطار أنا في تقديري أن المؤسسة العسكرية
بحاجة إلى إعادة النظر في هذا الموقف بشكل جدي. وأنا أعتقد أن مسألة حصد هذه الأرواح يوميا كلما خرج الناس إلى الشوارع كلما قابلتهم أدوات العنصر. نعم، هذا المطلوب من المؤسسة العسكرية، ماذا عن المطلوب من المكون المدني، من الأحزاب، من القوى السياسية، من قوى الحرية والتغيير؟ ما هو مصير هذا الانقسام في قوى الحرية والمكون المدني السوداني؟ الكثير من الأحداث قد تجاوزت المكون المدني وقوى الحرية والتغيير، وأعتقد أن القاطرة التي تسحب وراءها كافة القوى السياسية وتشكل ملامح ومواقف المشهد السياسي هو هذه لجان المقاومة وتجمع المهنيين. أصبحت هذه هي القاطرة التي تسحب وراءها كافة الأحزاب والقوى السياسية. القوى السياسية باتت تتماهى مع رؤى هذه المكونات القاعدية، وأنا في تقديري أن هذا يفرض واقع جديد، وبالتالي هذه القوى السياسية لا تستطيع أن تقدم أي حلول في هذا الوقت، حلول تصادم رغبات وإرادة وتطلعات هذا الشارع الذي بات يحلم بأنه لا يريد رؤية العسكريين في المشهد السياسي، لا يريد أي تفاوض، لا يريد أي مساومة، لا يرغب في كل هذا. أنا في تقديري أن هذا الأمر خلق فجوة نفسية وذهنية كبيرة جدا ما بين المكون العسكري وما بين الشارع السوداني. استمرار هذا القتل اليومي أنا في تقديري والمجاني هذا في تقديري يمكن أن ينجر حتى للعلاقة ما بين هذه المؤسسة العسكرية في السودان وما بين شعبها. هذا الأمر يقتضي أن يتطلب من حكماء الذين يوجدون سواء كانوا هم عسكريين في الخدمة أو خارج الخدمة، يقتضي منهم أن يقوموا بمبادرات حقيقية لكفكفة ومحاصرة هذا الانزلاق. هذا الانزلاق لو أنه أدى إلى فجوة بحجم لا يمكن ترميمه بأي حال من الأحوال، هذا يهدد مستقبل البلاد، هذا يقود البلاد إلى حافة الانهيار، هذا يجعلها بالإمكان أن تذهب في ظروف وأوضاع شبيهة بما حدث في الإقليم في دول أخرى. أنا في تقديري أن هذا الأمر يستدعي أن تتحدث كافة الأطراف مع الطرف الذي يتمادى في استخدام العنف. لا يمكن أن أطالب المعارضين السلميين والمتظاهرين السلميين بأن يكفوا عن التعبير. أنا في تقديري أن هذا حق كل المواثيق الدولية تقره للشعوب، هذا حق يقره حتى الدستور السوداني للشعوب، هذا إرث من الموروثات السودانية التي لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال. وبالتالي فإن الطرف الذي يتعنت ويرفض ويصم آذانه ويقول بأنه يجب أن تعود إلى الوراء وإلا فأن البلاد ستذهب إلى الجحيم، هذا أنا أعتقد أن هذا المنطق لا يمكن قبوله من شعب مثل الشعب السوداني. الشعب السوداني عرف بقدرته على المواجهة، قدرته على الفكرة. أشكرك. نعم أشكرك. انتهى وقتي تماما في هذا الملف الجميل. فاضل الباحث السياسي كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.